الأخيرة. أما بعد، طبعا نحن في المساحة دي دايرين ناخد فكرة عن كيف بيشتغل مركز التحميل. طبعا دي الواجهة الرئيسية لموسوعة التوثيق الشامل. دي مجموعة من الايكونز أو الخيارات اللي نحن ممكن نستفيد منها. طبعا هنا بنضغط على مركز التحميل، مباشرة بياخدنا مركز التحميل إلى يعني الشاشة دي تحت اللوج أوت، بيجيبنا هنا. طبعا إذا كنا نحن ما سجلنا قبل كده، كل اللي حنعمله حنضغط على كرييت أكاونت وبنضغط عليه، هنا بيفتح لنا صفحة. الصفحة دي فيها 4 حاجات أو 5 بسيطة جدا. أول خطوة نختار شامل فري، بعدين ناخد يوزر نيم. اليوزر نيم ده يعني يكون أي اسم، بس المهم إنه ما يكون يعني عربي، أحمد طه مثلا. والإيميل أدريس يكون أي إيميل، بس المهم إنه يكون صحيح، @hotmail.com مثلا. وأهمية الإيميل هنا لأنه بتجيك الروابط عليه، وكذلك لو في أي يعني رسائل من الإدارة بتجيك على الإيميل حقك. بعدين لازم تأكد هنا إنك أنت قريت الشروط، ثم بتجي هنا في إنتر كود وبتاخد بس الـ5 علامات دي زي ما ظاهر الآن: كابيتال إكس، كابيتال إن، كابيتال إي، كابيتال كي، كابيتال إس. وبعدين نقول له كرييت أكاونت. لما نقول له كرييت أكاونت، الحساب تلقائيا بيقوم ويتفتح.